يا محي بيه، يا محي بيه ابو جوده مشاغب عشان ما ياخدش باله بالفرق في الشكل اللي بيننا. ما هو اشتغل صح يا معلش بقى. حضرتك تقولها بصراحه انك عايز تموتني يا ولاد دانت. لسه فاقد الثقه في نجاح العمليه يا منصور؟ لا خلاص اشهد لكم بالعشره. طب انا هحاسبكم مع بعض. يلا يا شيخ. اهلا اهلا. اتفضل. كرشك كبير. اسف كلامي دبش، بيقولوا عليا وقح. هكون اوقح منك. لا ارجوك خليك زي بالظبط، وقح بس احسن تنكشف. انا منصور ابن الشيخ مساعد الطوبي، شيخ قبيله الطوبي. يا سلام عليك يا عم. مش كده كده اهو. ايوه صح، بتتعامل مع ابو جوده بالطريقه دي ومستحملني. بقول لك انتوا مقصدينها معايا. قصدين ايه؟ عايزين تموتوني من الجوع بدل المشنقه.